غادي تواصل معايا فاتين، سيدة في مقتبل العمر وآية من الجمال ما شاء الله. فعلا وقولا غادي تبدا كتحكي ليا على احداث اللي حضرات لهم من سن 5 سنوات واللي كانت كتعرض لهم الام ديالها اللي كانت ذو مقام وهبه وكاريزما وقرايه ومنصب من طرف العائله ديال الاب ديالها اللي حتى هو كاستو قصه باش لهاد الدنيا. هاد الام مسكينه اللي غادي تدمرها الغيره والحسد ديال الاطراف اللي هما جاهلين، ولكن بقات ما شاء الله صامده وكتقاوم الى ان امنت المستقبل تاع بنيتها. ولكن هيهات هيهات على العداله الالهيه اللي ما غاديش تخلي اللي كرفسها. حكايه تحمست صراحه انني نشاركها معكم لتفاصيلها العجيبه اليوم قبل غدا. ما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم تكون مزيانه وكل شيء هو هذاك. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد باش تونسكم فيما كنتو. غير هو بغيت نوضح لكم انه قبل ما نشارككم هذه الحكايه خاصكم تعرفوا هو الاول بلي انه هذا الشيء اللي غادي نحكي لكم شفتو بدلائل وصور وفيديوهات اللي شاركتني فاتين باش تيقنت من داكشي اللي غادي نحكي لكم. يعني الطرف الاخر اذا ما عطاش الراي ديالو ففعالو في الفيديوهات والصور ديالو كيتحدثوا على شنو كاين. يعني هذه الحكايه هي حكايه متكامله. فقبل ما تبداو تسمعوا الحكايه ما تخلوش عليا بانكم تضغطوا لتحت على زر الاعجاب ما تكلفكم حتى شي مجهود وتيدير معايا فرق اللي هو كبير وتيخليني انني نستمر حتى انا فين ما مشيت نقدم لكم حكايا وقصص للعبره. تخي ما تعطلش عليكم اكثر نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا فاتين، الام ديالي تولدت في بيئه اللي هي عاديه وسط والديها وخوتها اللي كانوا تيقراو. اما الاب ديالي قصته واحد شويه معقده وتقدروا تعرفوا الشخصيه ديالو فقط من خلال الماضي ديالو. هو الاول غادي نبدا لكم بالاب ديالي كيفاش جا لهاد الدنيا. كانت الام ديالو جات لدوله اوروبيه وهي صغيره بزاف لدرجه انها خرجات على الدين ديالها وبقات كتمشي مع النصارى، فولدت بزاف ديال الدراري اللي منهم الاب ديالي اللي كان هو الابن الثاني. هاد الابن غادي تولد في المغرب، عطاتو لامها باش انها تربيه. الحمد لله لانه طلع متدين، حيت كاين في ولادها اولا في عمامي الاخرين اللي ما طلعوش متدينين وخرجوا نصارى، ولكن الله يعمرها دار. الاب ديالي كبر تيقلب على الخدمات وما خلا فين خدم وما خلا فين بريكولا. اما الام ديالي لما تلاقات بابا تلاقات معاه في واحد الحدث وبغاتو وبغاها. هو انا ذاك ما كان لا خدام لا والو وهي اللي كانت كتقرا وكتخدم. تزوجوا ومشات معاه لواحد الدار وبداو المعاناة ديالها معاه. فاش هي مشات عندو للدار لقات بحال واحد الدار فيها عائلة كبيرة، واخا ما تيجيوش قرابين بزاف البابا ولكن كانت مجموعة من الناس في ديك الدار لوحدها. اللي ما عجبهمش الحال انه دخلنا بيناتهم امرأة مثقفة وآية من الجمال وعائلة اللي عندها منصب. مع العلم انه الاب ديالي جميل جدا حتى هو، وبما انه الاصول ديالو ماشي عربية فلكم ان تتخيلوا كيفاش داير ما شاء الله. واخا غادي نقز لكم المراحل ولكن راه وقت ما كنا كنخرجوا معاه الناس كان كيصحاب لهم باللي انه الاب ديالنا هو الخليل ديالنا. خلينا نرجعوا للحاضر ديال قصتنا. فمع الاب ديالي ما شاء الله كان زوين وعائلته كانت طمعه فيه. فمنين جات ماما اللي هي واحد الانسانه قاريه ومثقفه بحال ما عجبهمش الحال ولاو في السحر وشلا تفاصيل اللي غادي تكتشفوهم. وانا في عمري 5 سنين كان عقل لي يومنا هذا على بزاف ديال التفاصيل ودازوا مناظر قدام عينيا لدابا انا ما قداش ننساهم. وهما كان عند بالهم بلي انا صغيره وما نقدرش نبقى عاقله عليهم اولا نكون واعيه بشنو اللي داز. عمرني ما غادي ننسى ماما طيحه في الارض ومجموعين عليها العائله ديال بابا كاملين وكل واحد فيهم تعطيها كروشي الكرش وهي مسكينه كتغوت وباب الدار محلوله واللي داز كيشوف. حتى جات واحد بنت خالته وسدات داك الباب وانا صغيره قبلت عيني كنشوف ماما كتاكل الكروشي في كرشها. فين هو الاب ديالي غادي تسولو؟ الاب ديالي بدا كيقلب على خدمه مره في الطاكسي كل مره وبريكول وبعض المرات ما كانش يخدم. الام ديالي كملت القرايه ديالها وولات موظفه كبيره في الشبيبه والرياضه نفس الخدمه تاع والديها. جده كذلك ومثال نفس الحاجه وجدي حتى هو كان مدير. عائله ماما كانوا ناس مثقفين وقارين، اما عائله بابا من عالم واحد اخر حتى شي حد ما قاري فيهم من بابا وجبد.
من بابا غادي يتزوج بماما ولدوني انا، ومن مورايا مباشره جات اختي الصغيره. بابا فهاد الوقيته حاول باش انه يحرق، غادي يحرق للمره الاولى وغادي يشدوه البوليس. وكانت مشات جداتي اللي هي الام ديال ماما، هي اللي مشات خرجاته. جداتي حاولت انها دير ليه مشروع في المغرب باش انه يبقى حدا بنتها وما يمشيش في حاله. كانت قالت لي جداتي بلي انه انا كنت ضد الزواج نتاع باك امك، حيت شفت بلي انه بنتي قاريه وواعيه وهو ما كانش مناسب لها بتاتا. قالت لي بلي انه ما وافقناش عليها على الزواج، ولكن الام ديالي قالت لهم والو وهو مناش نخلاق. لكن دفعت الثمن تاع الاختيار ديالها، بغاتو بزاف مسكينه لدرجه انهم قالت لهم غادي ننتحر اذا ما تزوجتش به. ومع عائله ماما مسالمه فتقبلوا خلوها دير اللي بغات. قالت لي جدتي بلي انه حاولت باش ندير ليه مشروع ونفتح ليه محل ديال الخياطه، والو. السيد بغى الحريق، بغى الاصل ديالو صافي. حتى لواحد المره ككل مره كان تيحرق بلا خبر ماما، كتكون جالسه في الدار حتى كيعيطوا عليها البوليس، ها هما شدوه في البحر في الفلاني، ها هما شدوه هنا، ها هما شدوه هنا، حتى غادي يحرق. وصدقات ليه هاد المره غادي يمشي وغادي يتلاقى بمول اللي كانت واجده، فما تعذبش باش انه يكون حياته من جديد. كيف وصل قالها الام ديالي، مشاو عتخراسو وعاش هو تما، والام ديالي عاش في المغرب مع العائله ديالو. وهنا غادي تبدا المعاناه ديال الام ديالي اللي خلاها وسط الاشرار والوحوش. صراحه ما بغيتش نزيد لهم حيوانات حيتاش ربي جزاهم، ولكن فعلا كانت وسط الدياب. الاب ديالي فاش مشى خلانا وسط دار كبيره وحده، ولكن وسطها كل واحد والباب ديال الاستوديو ديالو. الام ديالي بقى الاستوديو اللي بناه بابا بيديه، وسط ديك الدار الكبيره بنا دروج وكوزينه ومرحاض وبيت، كانه بيت كبير وقسموا على هاد الحوايج كاملهم. الاب ديالي مشى، وهنا غادي تبدلوا الناس اللي معاهم جداتي واللي كان عندها دور كبير في السحر والتحراش وحتى الضريب. ماما كانت تاكل مسكينه هلكه ديال العصا. 3 ديال الصباح كيجي واحد النهار يدق عليها راجل بنت خالت بابا، وتيقول ليها ما البنيته كتبكي زعما عليا انا، تيسولها واش ماما محتاجه شي مساعده. الام ديالي كانت كتجيها بلي انه هذيك الدساره، فكيفاش انا ما عنديش راجل في الدار يجي هاد خينا يدق عليا في ديك الوقيته بلا حشمه بلا حيا. هي فاش ما عجبهاش الحال دارت فيه، هو غادي يشد معاها الضد من هاد الوقيته ولا ما تيحملهاش، ولاو كيعيطوا لبابا وتيقولوا ليه راه راجل دخل راجل خارج من عند مرتك، وراها شنو كدير شنو كتفعل. وهادي وهادي الام ديالي كانت مسكينه دايره الحجاب ديالها، ولكن انا ذاك كانت انسانه اللي هي كتلبس لباس موظفه. قالوا لي راه راجل داخل راجل خارج من عند مرتك، لكن ماما كانت كتلبس انا ذاك لباس ديال موظفه وكتبان زوينه، وما كتشدهم ديك الغيره علاش ماما عندها فلوس وعلاش كتلبس وعلاش هي زوينه الى ما غير ذلك. الحسد والغيره بدون سبب، علما انها كانت الله يعمرها دار حلوه، انسانه ما كتجرأش تخيلوا معايا حتى على سراق الزيت باش انها تقتلو، كانت انسانه مسالمه ونيه. انتم غتفهموا معايا في التفاصيل. كانوا كيقولوا ليها اجي تسيقي الدار اليوم، نوضي ديري هذه واليوم راه نوبتك في هذه. واحد النهار كنا انا وياها جينا، وهو يوقف علينا هاد راجل بنت خالت بابا، وقال ليها واش انت ما غاديش تنوضي تسيقي الدار؟ قالت لها انا راني مشغوله واصلا ما كنقيش في هاد الدار باش انني نوض نقيها. غادي يهز ديال الجوره وغادي يشير بها عليها، حتى كانت غادي تجي فيا هزاتني. هي هادي ديك الليله اللي قلت لكم فاش انهم جبدوها في ديك الارض وبداو كيضربوها كروشي لكرشها، وانا تنشوف وتنبكي، علما انه الام ديالي قرات داكشي ديال البوليس ولاعب الرياضه. راجل اذا شداته كتقدر تطويه حتى على 3، يعني واش غادي تحير في داك الراجل اللي كان قصير عليها؟ والام ديالي ما شاء الله كانت قلده وطويله، ولكن ما كانش كتقدر انها تجرأ على العائله وخا ديال راجلها، راجلها اللي خوى البلاد وخلاها. جات جداتي في الصيف، جداتي اللي ولات شنو كدير؟ بما انه الام ديالي كان عزيز عليها طول لينا الشعر، وانا ذاك في عمرنا 5 سنين وشعرنا كان ما شاء الله حتى الخصر ديالنا، فهي جات واحد المره وقطعته لينا كاري حتى اللودن. طبيعة الحال ككل ام، الام ديالي بقى فيها الحال وقالت لنا ما نبقاش نخليكم تخرجوا معاها وحبستنا. كان جداتنا كتصاوب الغدا وكتعيط لينا فاتين ايمان، ايمان اختي الصغيره، وهي تقول لها ماما لا ما غاديش يهبطوا، هادو راه بناتي وانت كتنوضي ديري فيهم اللي بغيتي. كان عقل على داك النهار بحال البارح اللي قالت لها فيه ديك الهضره، غادي تطلع عندها جده
شداتها من شعرها وخشاتها من تحت رجليها. وانا تنقول لكم بلي انه جده راه مرا كبيره وماما بامكانها انها تطوي راجل على ثلاثه، ولكن تنشوفها مسكينه طلقه يديها لتحت ومهبطاهم مخلياها كتنتف فيها قدام عيني وعين اختي الصغيره، اختي اللي كانت عندها انا ذاك 3 سنين وباقا عقله مازال ليومنا هذا على هادشي. كنا كنبكيو بزوجات وكننقزو من فوق الفراش باش الاخرى انها تحبس. هادشي كامل منين كتعيط الام ديالي للاب ديالي كتلاقاه بلي انه محرش. ما عرفش انا ذاك واش كان سحر ولا هادشي طبيعي، لانه ما كانش كيثق بماما. واخا تعيط ليه وتبكي عليه وتشكي عليه تيقولها انت اللي كديري ليهم وانت هي السبب. دازت عليها بزاف ديك الدار. حتى لواحد النهار قررت باش انها تهزنا عند والديها وحنا مازال صغار. في الاول ما قداتش علينا بزوج، ومعها هي كتخدم وما كاينش اللي قابلنا، على الاقل كانت كتخليني انا وسط منهم. اما اختي اللي كانت صغر مني فما كانتش كتقدر عليها. اللي نسيت ما قلت لكم بلي انه ماما لما كانت حامله باختي وكانت دارت انا داك 7 شهور في حملتها غادي تشلل الشلل اللي كان نصفي. حتى حد ما عرف علاش كان الاب ديالي مهاجر انا داك. قالت لي جدتي واحد النهار بلي انا وماما دخلت لعندهم شويه غادي تهز ليها يديها الفوق. الام ديالي تصدمات على يديها اللي تهزات ليها بوحدها، شويه هبطتها بيدها الاخرى وتهزات ليها شويه، فمها بدا كيعوج ليها والنص ديالها اليمين كامل بدا كيتشلل وطاحت وما بقات كتعقل على والو. قالت لي جده بلي انهم غادي يدوها لعند الطبيب، وهي كانت حامله كان عليها خطر انها حامله ومشلله، فقالوا ليها غادي نحيدوا لك هذاك البيبي اللي هو في كرشك. هي ما بغاتش وقالت لهم يا غادي نموت انا اللي في كرشي يا غادي تخليوه يخلق. ما عرفش كيفاش قالوا لي حتى انه تزاد تختي قبل الوقت. الحمد لله ما وقع ليها والو، لكن ام ديالي بقات مشلله واحد المده، ولكن بعد الحمد لله برات. ما تعذباتش صراحه في حياتها بزاف بالشلل، ولا جلسات في كرسي ولا كيبدلوا ليها، لا كنت كنعقل عليها دغيا برات، لانه كان عندها ايمانها قوي. كانت دائما كتشد واحد القرعه ديال 5 لتر ديال الماء وكتقرا فيها القران وكتشرب منها. كانت ديما عندها الرقيه في الدار. نقدر نقول لكم وانا في سن جد صغير بزاف قدرت نحفظ سوره البقره بقوه ما ماما كانت كتلقاها كل نهار. فدغيا ناضت، ورغم انه حتى شي حد ما قدر يعرف يداويها دارت داوات راسها براسها. ملي كنت كنعقل على ماما كانت بقى فيها الاثر ديال الشلل، كنت كتقيسيها في يديها اليمنى ولكن ما كانتش كتحس بها، واخا تقرصيها ما كتحس بوالو. مع الوقت بدات شويه بشويه كتحركها وكتحكم فيها. المهم نهار كرفصتها جده هي فاش مشات عند الام ديالها وداتني انا واختي وعشنا مع جداتي اللي هزتنا للمدينه تاع ماما الاصليه، وغادي نبداو حياه من جديد. كانت تبارك الله عليها ام واب. الاب ديالي للاسف اللي حياته كامله في اوروبا منين وانا عندي عامين وانا تنكبر، عمرني ما حسيت بالنقص ديالو، لانه وليت كنشوف انه ماما فيها حتى الاب. كنكون خارج انا واختي من المدرسه وكنلقاوها مسكينه ماما من مورانا، وحنا ديك الساعه وصلنا للاعدادي وكنطلبوا منها عفاك ما توصلناش للمدرسه، راه حنا كنحشموا قدام صحابنا ورحنا كبرنا. واخا المدرسه صراحه كانت قريبه، لكن مسكينه واخا هكاك كانت ديما كتجي من مورانا بالتخبيه وحنا ما كنشوفوهاش، كانت حاضيه فيها الرجل وفيها المراه. المهم بقينا مع جداتي ودار جداتي، المهم بقينا مع جداتي في وسط دار جداتي، وماما كتربينا وسط خوالي. حتى لواحد المره غادي تشوف ماما تصويرت بابا مع واحد المراه، ومعه هو كان كيهبط لعندنا فين كنا كنسكنوا، كان كيهزنا وكيمشي معانا. هو انا ذاك ولا كيشوف بلي انه الام ديالي كحله، وحتى هي كانت كتشوفو غير كحل وظلام. بابا مشى متدين وبالحيال ديالو لديك البلاد، من بعد جا وكانه ما بقاش متدين وتبدل في لباسو في وجهه في كلشي. ماما غادي تشوفو مع ديك المراه في مدينه واحده اخرى مصور معاها. الاعصاب اللي تعصبات هذاك النهار وبكى اللي بكاته بقى مازال عقل عليه، فشو عرف بلي انها ساقت الخبر جات يجري لعندها وبقى يقول لها عطيني الموافقه ديال الزواج. قالوا ليها العائله لا تطلقي منه، دعيه وديري ليه وفعليه. دعاته وخرجت بلي انه تعويض يعطيها 12 ديال المليون، تيجي كيطلب منها السماحه وكتسامح ليه. الام ديالي كانت مخرمه به. المهم بقى معاها حتى عطاتو الموافقه ديال الزواج في الاخير، تزوج وزاد ونسانا. كل سبب اللي عرفوا على هاد مراته الثانيه هي مولي في اوروبا. كيف قلت لكم حنا كنا عايشين مع جداه لانه مو ولداتو عند امها وزادت وخلاته، فحنا كنا عايشين مع جداه. هو فاش مشى تلقى بالام ديالو، هي كانت عارفه بلي انه مزوج، واخا هكاك عرفاتو على مره واحده اخرى.
غادي تقولوا ماشي اللوم ديال جداتك ولكن ديال باباك، لانه واخا تعرفوا على ما كان راه اذا ما بغاش. جده عطات النمره لواحد السيده، عيطات ليه للدار حقا خسر ليا شي حاجه، وبابا انا ذاك كانت عنده الشركه ديالو مخصصه بواحد الامر، فاش مشى شاف المراه عجباته ودغيا بغى يتزوج بها. الام ديالي هنا بدات المعاناه ديالها مع المرض، لا ماشي المرض ديال الشلل، لان نوعا ما برات منه، بدات كتمرض نفسيا. علاش؟ لانه مسكينه ما كانتش من النوع اللي كيغوت اولا كتلوم اولا كتخرج اللي فيها لداخل، فبدات كتمرض نفسيا وكتقول لينا بلي انا مريضه ونديوها للطبيب، وفاش نديوها تيقولوا لينا بلي راه امكم ما عندها حتى شي حاجه. تنقولوا لها راه ما عندك والو، كتقول لينا لا انا راني حسيت بضلوعي كيتهرسوا من الداخل وما كنقدرش نتنفس بهم. كنديوها كنجريو للطبيب في 3 ديال الصباح، تيديروا لها الراديو وتيقولوا لينا راه ما عندها حتى شي حاجه. فبقينا معاها بحال هكاك، حتى جات واحد الوقيته هي منها لراسها قالت لينا شوفوا جا الوقت فين غادي تمشيو عند باكم قبل ما غديروا 18 سنه. رفضنا ولا ما بغيناش نمشيو وبغينا نبقاو في المغرب، وشكون اصلا قال ليه بلي اننا بغينا نمشيو لعندو لاوروبا؟ لا بناتي غادي تمشيو، هي غادي تمشيو. هنا قرروا هي والاب ديالي باش اننا نلتحقوا به، غادي يحبسونا لمده عام من القرايه بيد ما قدينا الاوراق ديالنا وامورنا. جينا لاوروبا وانا ذاك كان بابا تيجدد الاوراق اللي غادي يساليو ليه واللي خلانا معاه عام بدون ما اننا نهبطوا المغرب، حيتاش الاوراق ما عندناش حتى تندوي معاه ماما غير في الكاميرا. جينا لقينا الاب ديالنا مزوج بواحد المراه اللي عمرنا ما عرفناها ولا عمرو جابها لينا ولا تحت تعرفنا عليها من قبل. جينا لقينا انسانه واحده اخرى في حياه الاب ديالنا، وهنا بالضبط غادي تبدا مرحله ثانيه من القصه. هنا غادي تبدا المعاناه ديالنا حنا، وحده في عمرها 17 سنه وحده اخرى في عمرها 16 سنه من المغرب لاوروبا. عمرني في دارنا قليت حتى بيضه، لانه الام ديالي عمرها ما خلاتني ندخل الكوزينه، كنت كندخل باش نغسل المعنات ولكن عمرني ما جففت ولا درت شي حاجه من غير هذا الشيء، بعكس اختي اللي كانت شويه حبيت كاع ليا لانه مع تحكات مع جداتي. انا عمرني ما درت شي حاجه وما كنعرف لا الكوزينه ولا حتى كيفاش نهز الفراش نفضو. كنت نقول لماما خليني ندير ونفعل، كتقول لي لا لا بنتي فاتن ما بغيتك ديري حتى شي حاجه. ايوا ماما اذا تزوجت انا غادي نجي نطيب لك في دارك. مشينا عند مرت الاب، ومرت الاب كتبقى هي مرت الاب، كاع القصص عليهم حقيقيين، قليل الا من رحم الله فين كتلقاي شي وحده كتشوف فيك وجه مولانا. فمنين جينا وسط مرت الاب بداو المشاكل ديالنا معها، انت اللي غادي ديري الماكله؟ لا انت اللي غادي تلوحي الزبل، اذا صبنا حوايجنا كتلوحهم لنا في الارض باش انها تحط الصبين ديالها. بدا السم كيدور عندنا في الدار، هي دايره راسها في الناس اللي قالوا يلاه بسم الله في المراهقه، وعاد جاو ومازال ما ضربوا حتى عام. انا ذاك انا دخلت المدرسه انا واختي، واحد النهار بابا بدا كيصوني عليا وانا في المدرسه، هو كان عارفني بلي انه داخله القسم فعمرو ما صونا عليا، بدا كيصوني وكيعاود داك النهار. انا جاتني غريبه فجاوبته وهو يقول لي اسمعي يا فاتين انا بغيت كدابه تخرجي اللي عندي لبرا، انا راني كنتسناك شوفي شنو غادي ديري، المهم خرجي عندي. هو داز من قبل عند اختي حتى هي اللي انا ذاك ما كانش عندها التليفون، فمشى عند المديره ديالها وشرح ليها شنو كاين وخرج اختي. هنا غادي نتلاقاها معاه في الطوموبيل، جلسه معاه اشنو واقع بابا اشنو واقع، ما قال لينا والو، حتى غادي نوصلوا لواحد البارك وحنا مازال وسط الطوموبيل غادي يقول لنا خاصنا نهبطوا ضروري للمغرب لانه ماماكم راه مريضه بزاف. هذا الشيء اللي قال لينا. ياك لاباس بابا كيفاش مريضه؟ البارح وانا كنت كندوي معاها في الكاميرا عادي، لا بنتي راه خاصنا نهبطوا. عيطت للعائله اللي فعلا اكدوا لي الخبر وبلي انه خاصنا نهبطوا باش اننا نشوفوها لانها مريضه. مشينا للقنصليه عند البوليس عطونا واحد الورقه باش نهبطوا بها لمده 3 شهور ما نفوتوهاش باش نقدروا نكملوا الاوراق ديالنا ويخرجوا لينا. هبطنا والصدمه غادي لقاوها كوما. شنو واقع؟ نط الصباح بكري طلعت مع خالتي للمدينه واحده اخرى باش انها تقاد الوراق باش تلحق بينا. فهداك التنين نضت خالتي قالت ليها واش نسخن لك حليبه؟ نسخنها لك معايا. قالت لي خالتي مع دخلت الكوزينه غادي نسمع زداف شي حاجه طاحت فوق الارض. قالت لي خرج كنجري وغادي تبان لي الام ديالك مجبده وكتخرج لها كشكوشه خضراء من فمها ومن نفها. خالتي ما عرفاتش شنو غادي دير انا ذاك من غير انها بدات كتغوت وخرجت للزنقه باش تشوف شكون غادي يعاونها. احتاجت الاسعافات وداوها لواحد كلينيك معروف في المدينه. حنا فاش هبطنا المغرب لقيناها اصلا هي كوما. شنو عندها؟ كل واحد وشنو تيقول. ما عرفناش،
خاصنا نتصلوا بالطبيب ديالها، كله كيلحق من هنا لهنا. حتى غادي يقولنا راه عندها واحد العمليه، شوي قالوا لنا راه العمليه درناها وراه نجحات، شوي قالوا لنا وسط ديك العمليه راه دخل لها ميكروب للراس. تنقول الطبيب شنو عندها؟ عاد جا واحد الطبيب وقال لنا بلي انه ترتقوا ليها ربع ديال العروقه في راسها وجاها نزيف في الراس. بقات بحال هكا كوما، وحنا اضطرينا اننا نرجعوا باش نكملوا الوراق ديالنا ونعاودوا نرجعوا لعندها. النهار اللي بغينا نرجعوا فيه مشيت نشوفها انا واختي، كنرغبوا الطبيب عافاك واش نقدروا نشوفوها؟ لا خص يدخل فيكم غير واحد. اللي كيعصب بلي انه حاولنا اننا ناخدوها ونشوفوا لها كلينيك واحد اخر حسن، ورغم انه هذاك اللي كانت جالسه فيه معروف في المغرب، لانه هو كنا حنا تبارك الله بينا عائله قداشنا هي وكبيره، وكنا قادرين باش اننا نحولوها ونخلصوا عليها، ولكن المكتب ما خلوناش. رجعنا بحالنا وبدينا كنجددوا في الوراق ديالنا، واضطريت انا واختي باش نرجعوا للمدرسه بيد ما خرجوا لينا اوراقنا. كل ساعه كنعيطوا للعائله في المغرب، بقى كوما شويه لا ها هي حلت عينيها وبدات كتشوف. من بعد 3 ايام بالضبط كان انا داك كاع العائله مجموعين في الدار عند بابا، حيت عندي عائله كبيره ديال ماما كاينين هنايا. نط في الصباح انا واختي عادي، وخوالي كيضحكوا وبابا كذلك، وان شاء الله دابا تبرى ماما كل شيء يدوز بخير. انا مشيت للمدرسه وجيت مع ديك السبعه ديال العشيه، كي يتكونيكطا ليا التليفون مع الوي فاي اللي عندنا في الدار، ما كاين غير ترين 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 ديال المساجات اللي ما بغاوش يتحبسوا. كندخل تلقى البركه في راسك، البركه في راسك. بعض الاصدقاء ديال العائله هنا في اوروبا تيقولوا لي نفس الجمله، كنجاوبهم كيفاش البركه في راسك؟ شكون مات؟ اللي سولته كيقول لي سمحي لي راه غلط. كيفاش غلطتو؟ واش زعما كاع كلشي غلط؟ مشيت قلتها لاختي وسخفات، ومشيت عند بابا كنغوت عليه تنقول ليه واش ماما ماتت؟ خوالي تيقولوا لينا لا راه باقا غير كوما، راه غادي نهبطوا نرجع ما شاء الله باش نمشيو نشوفوها. كنقول لهم غير قولوا لي الحقيقه واش ماما ماتت. كلشي نكر، كلشي تيشوف شوف انت شنو كتخربقي. واحد الساعه غادي نعيط لخالتي داك اللي طاحت عندها في الدار، وسولتها خالتي فلانه عافاك علاش الناس كلهم تيقولوا لي البركه في راسك؟ واش ماما ماتت؟ انا عندي احساس بلي انها ماتت وما بغيتوش تقولوا لي. جده حيدت التليفون لخالتي وقالت لي اسمعي يا بنتي ما عندي ما نخبي عليك، ان لله وان اليه راجعون، البارح ماتت ماماك مع 3 نتاع الصباح. ايوا يا خوتي ديك الساعه شنو غادي نقول لكم؟ قطعت التليفون بلا ما غادي نحس. خرجت وحبيبي تيقول لي فين غدا، ما جاوبتوش. خرجت وهبطت للزنقه، وهذا الشيء نسو عقل عليه ونسو كان كله صدمه. واحد الساعه ما عرفتش راسي فين غدا، الوقت اللي غادي نتوقد فيه هي فاش غادي نلقى راسي في وسط الشانطي بلا ما نشوف واحد مول الطوبيس حتى غادي كلاكسون عليا ويفراني حدا رجلي. فاش توقدت وهزيت راسي فيه لقيتو بدا كيغوت ما قطع الطريق. شنو واقع؟ غادي تشوفني واحد المراه اللي هي صاحبه جداتي مت بابا في واحد المحل اللي كانت خدامه في واحد المحل ديالها تما، غادي تجرني من الطريق ودخلتني للمحل اللي عندها كتقول لي مالك فاتين شنو واقع لك؟ هي كانت نصرانيه ماشي عربيه. انا كانت باينه فيا الصدمه، شفت فيها واحد اللحظه وانا نتفرقع بالبكاء، تنقول لها ماتت ماتت. شكون هي؟ ماما. في ديك اللحظه كاع الكليه اللي عندها في المحل خرجتهم وقالت لهم شي جمله بحال راه عندنا واحد الحاجه اللي هي طارئه. المهم خرجتهم مسكينه وسدات المحل وعطاتني كلينيكس، وعيطات لي لجداتي قالت لها اجي من مورا حفيدتك راه في واحد الحاله اللي ماشي هي هذيك وما نقدرش نخليها انها ترجع بوحدها للدار. فجات جداتي قالت ليها حفيدتك كتقول بلي انها امها ماتت. جداتي مت بابا قالت واحد الكلمه اللي ما عجبتنيش، قالت ليا وكره كتفلى عليكم بالعاني باش انكم تهبطوا لعندها. انا ديك الصدمه شفت فيها واحد الشوفات، حسات براسها بلي انها تقمعات وهي تقول ليا ايوا شنو غادي نقول لك يا بنتي الله يرحمها. فاش رجعت للدار اكدت الخبر لاختي اللي عاود طاحت لينا من اول وجديد، ديناها عند الطبيب وبدات كترعد. داز على هذا الامر سنوات، ولكن اختي ولات بحال دوك العيالات الكبار في السن كترعد ليومينا هذا بقى بسبب ديك الصدمه، واللي دارتها في يديها ما كتثبتش ليها. ما نكذبش عليكم ولكن والله ما عرفش كيفاش دازوا دوك الايام اللي كانوا قبل الجمعه. غادي نهبطوا كاملين بالطوموبيل خوالي وبابا وشدينا الطريق مجموعين، بقينا غاديين في الطريق وتيبردوا علينا وانا تنقول راه ما يمكنش واش انا هبطت لجنازه ماما؟ اول جنازه في عائلتنا منها خلقت، عمر شي حد مات من العائله، يعني عمرنا حسينا بديك الحرقه نتاع شي حد مات. وغادي تكون لي اول مره مع الام ديالي، جاتني قاصحه بزاف. قربنا للدار وتيبانوا لي الخيام، بقيت كنشوف وتنقول لبابا راني ما تيقاش واش هادشي الجنازه ديال ماما الله يرحمها، ما يمكنش. ما تيقتش راسي وداخله غير تنضحك. شدتني صدمه اللي هي عجيبه،
مشيت كنلعب مع الدراري الصغار والناس جاو تبارك الله بزاف مع الام ديالي خدامه في منصب كبير في الوزاره مع الشبيبه والرياضه وخالتي كذلك. فجا واحد القوم اللي ما يجي لا في العرس ولا في المناسبات، جاو في جنازة ماما الله يرحمها، انا جالسه تنضحك مع الوليدات الصغار والناس تيشوفوا فيا وتنسمعهم تيهضروا فيا، ايوا زعما يلاه ميته لها مها وفرحانه وكضحك، وانا نداك والله ما حاسه بشنو واقع. جدتي جدي كلشي كينزل الدموع الا انا تنضحك بوحدي. غير خرجوا الناس وانا خارجه من الصالون، جات جدتي جمعتها معايا بطرشه وانا هنا فقت من الغيبوبه ديالي. قالت لي ابكي خرجي اللي في قلبك حيتاش انا ما باغاش نخسرك حتى انتيا. طحت على ركبي وعنقت جدتي بحال كنت كنتسنى شي حد غير يوريني كيفاش نخرج اللي عندي ويعنقني. عنقتني جدتي والبكاء اللي بكيته كان بالغوات، بكاء اللي بكيته عمرني ما عرفته في حياتي، بقيت كنغوت حتى جيران سمعوا بكايا. جدتي كتقول لي مزيانه بنتي مزيانه فاتين خرجي اللي عندك ما تبقيش مخليها لداخل. داز داك النهار ومشيت نعس في البيت اللي كتنعس فيه ماما، والله ما نكذب عليكم كنت فايقه ومغمضه غير عينيا وصوتها جال حتى لودني وقال لي فاتين. قفزت من بلاصتي وزدت حليت عيني تنقلب في البيت. دازوا الايامات وكل مره كنحلم بها كاي واحد قلت لي مات ليه شي حد اللي هو عزيز عليه. مره نحلم بها جات لعندي، مره كنسولها فين كنتي كيسحب لينا بلي انك متي. انا حلمت بلي انه هي في بيت صغير فيه قبر غير بالتراب وانا تنبكي عليها، وفوق منا كانت واحد البوله اللي هي خفيفه وتنقول لها ماما علاش مشيتي وخليتينا. شويه كنسمع الدقان في داك التابوت وسط القبر، انا بديت تنحفر وحليت عليها وقلت لها ماما واش باقا حيه؟ قالت لي راه دفنوني حيه. ما قدرتش نفهم ديك الجمله ليومنا هذا. المهم دازوا ايام ورجعنا في حالنا لاوروبا، الحياه جاتني قاسحه. رجعت للمدرسه ما قدرتش انني نقرا لا انا لا اختي. خرجنا وعاد كنا في عمر اللي هو صغير، جاتني صعيبه. دازت مده وحنا عايشين مع بابا اللي باقي مزوج بديك المراه، وقد زادوا المشاكل وما رحمتناش ما حناتش فينا، كانت تقول بلي انه شدها الغيره لانه بابا كان لها بوحدها، ولكن حين حنا جينا خديناه ليها وحنا عقل صغير وبقى فينا الحال على ما وقع للام ديالنا مع بابانا. فحنا فقط كرهناها حيت ما كناش كنسكتوا ولا كنحشموا وكنا كنتجاوبوا معاها في اي حاجه قالتها لينا، ولكن عمرنا ما قلنا لبابانا سير طلقها، كنا متقبلينها وسط منا. بقات هي وبابا مزوجين، انا واختي ما قريناش فخرجنا كنقلبوا على خدمه. شحال من مره اضطريت انني نخرج نكري في بلاصه واحده اخرى على قبل خدمتي اللي كنلقى لانهم كانوا بعاد. انا خرجت بزاف من الدار، اما اختي بقات كتخدم مع بابا. انا كل مره وشنو كنت فاش نخدم، مره في القهاوي مره في الشركات، اي خدمه كانت كتجيني كنت كنمشي ليها بلا ما كنتردد. بابا كان مخلينا اننا نعولوا على راسنا. حتى جا واحد الوقت لينا دو المشاكل ما بينه وما بين مرتو اللي ما كناش عارفين شنو السبب ديالها، وهاد المشاكل غادي يوصلوا للبوليس، غادي يعيطوا ليا وغادي يقولوا لي راه حنا شادين باك. مشينا كنجريو شنو نشوفوا شنو واقع، اش كاين ماش كاين. حقا راه مرت باك ديكلارات بلي انه باك راه ضربها. بابا صراحه كان غيمشي فيها انا ذاك. مشينا عندها تنسولوها وحنا ما عارفينش السبب، فبقينا تنرغبوها حتى دارت ليه التنازل، ولكن السبب الحقيقي غادي تعرفوه في اخر الحلقه. المهم هنا غادي يتطلقوا، وهنا بابا غادي يولي كيعطينا الحنان كثر واكثر وكيتهلا فينا وكيخرج معانا وكيجلس معانا وكيتحاور معانا. دازت واحد 3 شهور اللي كانت خياليه واخيرا رجعنا بابانا، وحيتاش بطبيعه الحال بابا ما كيتشاورش معانا، هنا غادي ندخلوا في واحد المرحله واحده اخرى، غادي تبدا حرب واحده اخرى وغادي تطبق فيها العداله الالهيه ديال ماما. وهنا غادي نقول لكم اعتذر، هذه المرحله غادي نخليوها لغدا ان شاء الله لانها طويله وبتفاصيل واحده اخرى، نخليكم تستوعبوا هادشي اللي داز اليوم. فما تنساوش انكم تقولوا لي شنو كتوقعوا في المرحله نتاع غدا ان شاء الله، وخليوا لي تعليق لتحت. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلاقاو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس القناه. وسلام سلام.